بسم الله الرحمن الرحيم. تم القبض على الفنان سعد الصغير بتهمة هيازة مواد مقدرة في مطار القاهرة. الفنان كان قادم من الولايات المتحدة الأمريكية وكان في رحلة عمل هناك ورجع ومعاه فيب أو سجاير إلكترونية وفيها زيت الحشيش وزيت الماريجوانا. ودي قضية شبيهة جدا بقضية الفنانة منى شلبي اللي كانت حصلت من حوالي 2 أو 3 سنين وكان فيها برضو تم القبض عليها في مطار القاهرة. والسبب في كده أصلا إن زيت الماريجوانا أو الماريجوانا في الولايات المتحدة الأمريكية هي من المواد المصرح بيها، فلما أنت بتيجي تدخل بيها مطار القاهرة فبتعمل لك قضية لأن هي غير مصرح بيها بدخولها مصر. يعني هي مصرح بيها في الولايات المتحدة الأمريكية ولكن غير مصرح بيها في مصر. طبعا الفنان أقر بحيازته للمواد المخدرة وأقر بأنه هو جايبها جلبها معاه من الولايات المتحدة الأمريكية بغرض التعاطي وليس الإتجار. طب هل الكمية الموجودة كمية كبيرة؟ الكمية الموجودة كمية مش قليلة يعني كمية، ولكن برضو تمشي في إن هي تعاطي مش إتجار. موضوع زيت الماريجوانا زي ما قلنا هو موضوع في جدل، لانه هذه المادة زيت الماريجوانا او الماريجوانا عموما من المواد المخدرة المصرح باستخدامها في الولايات المتحدة الامريكية، وبالتالي فهي شراها عادي بتشتريها من اي مكان عادي، يعني مش مادة ممنوعة، لكن في مصر هي مادة ممنوعة. فبعد القاء القبض على فنان الاحداث او الفترة القادمة هتكشف عن اللي هيحصل له في الفترة القادمة.